أنا كنت ساعتها لاعب في التمرينات منتخبات الشباب والناشئين والفريق الرجال. فترة التمرينات كان عندنا أكتر من جيل رائع من الشباب والناشئين. حصلنا على 3 نسخ من أفريقيا من أصل 5 نسخ، جيل 62 و64 ويمكن جيل 70، لكن في أجيال كانت رائعة الفترة دي. ما كناش عارفين نكسب بيهم خالص لأن كان في لخبطة فنية في الفترة دي، يعني الفترة دي كلها كان ما كانش فيها شكل من أنواع التنظيم الفني زي ما في الحاضرة. تيدمان هو نقطة البداية في التنظيم الفني لكرة اليد المصرية سنة آخر 89. تيدمان جه وشاف المجموعة من اللاعبين دي وبدأ يفكر بطريقة مختلفة عما كنا احنا بنفكر فيه تماما. فترات إعداد حطينا على الأجندة الدولية وبدأ ياخد في المجموعة الصغيرة دي اللعيبة دي يمرنهم بشكل مستمر تقريبا طول السنة ويسافر يلعب مباريات في أوروبا. قعدنا الحال ده حوالي 1.5 سنة مع تيدمان لغاية بطولة أفريقيا ودورة ألعاب أفريقيا كسبناهم مع بعض. في نفس الوقت كان جمال شمس مدربنا الكبير الله يرحمه كان عمل جيل رائع من اللاعبين. الجيل ده كسب كأس عالم 93 وكان واخد نفس الخطوات اللي بيمشي بيها تيدمان، تدريب مكثف ولعب مباريات كتيره، لدرجه ان الجيل اللي كسب كاس عالم 93 ده عمل حوالي 57 مباراه دوليه وديه قبل بطوله العالم في مصر سنه 93. دوم الجيلين دول على بعض بقى هتاخد نتائج في التسعينات كلها، يعني اجيال في الثمانينات مميزه جدا، أجيال في بداية التسعينات مميزة جدا من جمال شمس. الجيلين دول انضموا بعض بدأوا يعملوا نتائج بتاعتنا في فترات التسعينات. يمكن عدم استمرارية تيدمان، أنا ده وجهة نظري الشخصية، عدم استمرارية تيدمان أو تولي جمال شمس المسؤولية ما خليناش حققنا الـ 95 أو 97 أو 99 أي ميدالية، مع إن الجيل ساعتها كان الجيل الذهبي فعلا، مجموعة رائعة من اللاعبين كانوا محتاجين شوية تنظيم فني بشكل أفضل علشان يحققوا نتيجة. يمكن زوران زيفكوفيتش سنة 2001 جانا قعد 1 سنة و3 شهور. الفترة دي كان بيقول كده أخذ آخر الكريمة من الجيل ده ودخل بيه 2001، وصلنا بيه سيمي فاينال 2001، وبعد كده زوران قعد برضو 1 سنة و3 شهور ومشي، وبعد كده رجع كان خلاص بقى الدنيا حصل تطور شويه في اللعبه وحصل تغيير في القوانين بتاعتها وبدات لعبه بدنيه اكتر. وفي نفس الوقت الجيل الكبير ده يعني بطل، سواء كبروا في سن او اتجهوا اتجاهات اخرى او طبق عليهم قانون ال 32 سنه، فده اثر بشكل كبير على الفتره الاخيره دي. ومن 2001 بعديها احنا بنتكلم دلوقتي 2021، من 20 سنة ما قربناش بقى ناحية المربع الذهبي ده غير أول مرة. مش المربع الذهبي بس، دور الثمانية من أساسه، يعني ما قربناش من دور الثمانية. يعني احنا سنة 2003 بعد النتيجة اللي حققناها خدنا المركز الـ 14 في كأس عالم 2003. وكنا بنتكلم دايما في بعد العاشر يعني، لكن التنظيم الأخير ده هو ده اللي بدأ يرجعنا بشكل مختلف شوية.